قايد جوقه قايد البوليس القايد قيامك حلا نايضه كلشي كيصور الدراري كيصوروا الغوات واحد محيح تيقول لهم الا ما خرجتوش هادي غادي ندير شي حاجه الا ما خرجتوش يعني خواتاتو تصوروا لداخل هما ساكنين مع الدوره هنا راه كيبيع الفروته هنا هذاك الدري كنعرفو هادوك بعدا الله يسر هادوك ما نعاودش عليهم ولكن هادوك سميتو الناس واحد السيد ما بغاش يتفكوا معاه هادو قال لهم خصهم يتشدوا خصهم يتحاكموا يعني الناس كيطالبوا بالقانون يعني هذاك الشيء اللي كنعرف انا القانون كيقول لك القانون فوق كل شيء هو القانون فوق كل شيء فين هي المراقبه هاد العيال دابا مشاو ضحيه لدوك اللي سيت ضحيه لدوك اللي سيت يعني يتفضحوا اش غادي يقولوا لعائلتهم هذه فاش بقات السؤال انا دابا مرتي تي كتدخل هنا هذه بنتي تي كتدخل هنا او بنتي اخرى كتدخل هنا اش غادي نقول انا نبقى غادي مدرك وجهي الا جات اذا خصني نتابعهم هذا هو المشكل اللي خصني ندير نتابعهم قانونيا هاد مول الحمام مول الحمام قال لك تا الاخر ما فخباروش تا هو جا كيفاش تا ما فخباركش وانت شحال من عام وهاد السيده كاينه هنا شحال تقريبا من عام هي هنا واش عام هي هنا عام عندها عام هي هنا يلا شري التليفون يلا خداتو وبدات كدير هذاك الشارج روشارج شارج روشارج والاخر ملي تريح تماك اللي ديري فيه الثقه السيد اللي ديري فيه الثقه حتى هو تياخذ يدير داك الشيء ديريكت وملي بغى يمحي التليفون كيسحب البوليس مكلخين لان علاش كاين لي زابليكاسيون كيجبدوا داك الشيء بحال 2018 كاين او كون كاين بزاف اللي باش كيتجبد داك التصاور جبدوا لي التصاور لقاو داك الشيء فعلا لقاو لقاو ديك السيده اللي كانت الباع شدت فيها لقاو مصوره والله اعلم كانت شي حمام اخر عاوتاني من بعيد ومن بعيد وصورت عيالات يعني شوف شحال من ضحيه كاين